في إطار فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، شارك المخرج منى محمد بفيلمه يدور في فئة الأفلام القصيرة. منى محمد هو مخرج شاب من مواليد سنة 1985، حاصل على شهادة في المجال السمعي البصري. تعلقه بالمجال الموسيقي كان حافزه الأول للتعبير عن نفسه بالسينما. بدايات ديالي كمخرج كانوا عندي أصدقاء ديالي صرتو أصدقاء ديالي عزز عليهم الموسيقى وتا أنا عزز عليا الموسيقى. تقريبا الموسيقى هي اللي خلاتني ندير الإخراج. علاش؟ لحقاش حنا كانت واحد لا جينيراسيون دراري كيبغيو يغنيو، كيبغيو يكتبوا دي بارول، كيبغيو يوصلوا دي ميساج، وتا أنا كان كيعجبني بأنني تا أنا نغني ونوصل ميساج بالموسيقى. والموسيقى كانت موسيقى هي راب، هيب هوب، راب مغربي فاش يلا بان. الو باش نوصلو بالراب ما كنعرفش نغني، فوالا حاولت نقلب على راسي ونكومينيكي بشي حاجه اخرى. مي لقيت السينما، لقيت فيها راحتي وكنقدر نعبر بها، فوالا هادشي اللي كاين. يقدم فيلم يدور عدة مواضيع كالفقر والمخدرات والطفولة، السرقة، التسول والاحتيال، بنكهة هزلية تتخلله الموسيقى، يتناسب مع رؤية واقعية للمجتمع المغربي. الفكرة ديال الفيلم ساتون جاتني من عند الأخ ديالي اللي هو ياسين مونا. ألوغ أنا يا بحال كل عام كنحاول ندير فيلم قصير، كنبرودوي أنا والعائلة ديالي، سيرتو الوالدين ديالي، الوالدة ديالي كتعاوني بزاف، تخرج معايا للتورناج كتعاوني، ولات عارفة التورناج شناهو. ألوغ مي وصل الوقت ديال كنا في 2011، ديك الساعة كنفكرو الفكره اللي غادي نديرو باش نخدمو بها في 2012 باش نشاركو في مهرجان اللي كان مهرجان كيعجبني هو ديال 16، اللي مهرجان اماتور كتشارك بلا ورقه بلا والو. الوغ ديك الساعه ياسين معطاني فكره دخلت لي راسي، حاولنا بانه هذيك الفكره ديال ساتورن نحاولوا كل سيكونس ندوزو فيها ان ميساج، وهذاك الميساج اللي كنعيشوه في الكارتي ديالنا وكنعيشوه في كل نهار، كل نهار كتشوفو. الوغ حاولت بانني نوصل كل سيكونس نوصل فيها ان ميساج، حاولت بانني ما نضيعش الوقت ديال المشاهد، وحاولت بانه نطبق شنو هو الكور ميتراج، فيلم قصير، يعني نوصل الميساج في اقرب وقت. بالنسبه للمشاركه ديالي في المهرجان كانت هي مفاجاه لي انايا، مني شفت بان المهرجان ما خصنيش ما نقدرش نشارك فيه، كاينين دي فيلم بروفيسيونيل ما نقدرش محال غادي نوصل. كما قلت لك حنا كنجربوا وكنجربوا، مي بغينا نجربوا. الحمد لله ساتورن خدا لو غون بري في الرباط وفي الشفشاون وفي مكناس وفي 16 خدا 3 بري. الوغ قلت نشارك الحمد لله، مي عيطوا عليا تفاجات، وانا جيت سعيد من نشارك في مهرجان وطني ونتلقى مع رواد السينما ونشوف افلام، وهذه فرصه اللي نتعلم فيها، وان شاء الله كنتمنى بانني نكون استفدت واحد شويه ونفهم لو سونس ديال السينما، شنو كتعني السينما.